أيضا دكتور أكيد عم تسمع، بدأت أصوات في الداخل اللبناني تطالب بال 1559 ونزع سلاح حزب الله، بلشوا يطالبوكم بأنه المرحلة ستكون تسليم السلاح، مش نزع السلاح، تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني وتطبيق ال 1559. صرنا بهالمرحلة؟ يعني في كثير ناس مستعجلين، ما وقفوا استعجالهم من سنة 2004 من وقت اللي صدر 1559، بيسكتوا شوي بيرجعوا بيطلعوا بالموج شوي. على كل حال هيدي أصوات موجودة في لبنان، لم تكن في يوم من الأيام غائبة، كانت تعلو وتخفض بحسب الظروف. بيتطبق ال 1559 ولا لا؟ أنت بد مع تطبيقه؟ نحن ما في استفتاء، عم بسألك كنائب اليوم وعضو كتلة وفاء للمقاومة، تقول بيتطبق؟ على كل حال أقول لك شغلة، نحن في المقاومة لطالما في كثير من المراحل نأينا بأنفسنا عن ما يسمى بالسجالات، مش مطروح اليوم هذا الموضوع بأروقة السياسة الحقيقية. نعم دكتور، مطروح عن بعض من يتمنون ذلك ولن يصلوا إلى تحقيق أمانيهم. يكثر اليوم الحديث عن أن حزب الله انتهى وصرنا بمرحلة ما بعد حزب الله وبلشت تنرسم السيناريوهات. أولا يقال بأنه لن يكون هنالك حزب الله في السياسة بعد اليوم، كيف تردون على هذا الأمر؟ يعني في شيء بس ينعرف، بيقولوا الكذبة كيف تنعرف من حجمها، في شيء اسمه جمهور حزب الله وبيئة حزب الله وتشكيلات حزب الله. تشكيلات حزب الله ليست تشكيلات بالعشرات ولا بالمئات ولا بالآلاف، بمئات الآلاف. بيئة حزب الله بمئات الآلاف، جزء من نسيج المجتمع اللبناني، جزء أساسي. بالتالي اللي عم يحلم هاي الأحلام وعم يراهن هاي الرهانات سيستفيق على أن كل هذه الحملات التهويلية والنفسية والدعائية التي تقوم بالضغط علينا وعلى جمهورنا وعلى بيئتنا ستنتهي إلى فشل ذريع. نحن لسنا عددا قليلا ولا قوة صغيرة ولا تشكيلا بسيطا، نحن أكبر من أن يفكر أحد بهذا النحو تجاهنا. نحن بالتأكيد لدينا المقومات الكبرى لنواجه هذه المحنة ونخرج منها إن شاء الله تعالى، وبالتأكيد الأيام قادمة. يعني لمن لا يذكر بحرب تموز، في جيل اليوم على السوشيال ميديا الطويل العريض، بحرب تموز انعملت مؤتمرات وصار في لقاءات وفي سفرات تدخلت، والكل يذكر كوندوليسا رايس حين تحدثت عن شرق أوسط جديد لا حزب الله فيه. اليوم هل تقول بأن هذا المشهد يتكرر؟ هل قد تاريخنا يعيد نفسه؟ نحن أكبر مما كنا عليه في حرب تموز، والعدو يعني خلينا نقول نفس قوة حرب تموز وأكثر، ما هيك؟ لكن نحن أكبر مما كنا عليه في حرب تموز حتى هلأ بعد كل ما جرى. شو يعني شو اللي جرى؟ خسائر، بعض الخسائر المادية، لا قيادات، طبعا القيادات، يعني هذا أكبر دليل أنه هذا الحزب ما بيخبي قياداته، بيستشهدوا مثل كوادره وعناصره وبتولد قيادات جديدة. في يعني وهم عند البعض، كيف يعني حزب الله بده ينتهي؟ يعني أجيال تنتمي إلى المقاومة من الكبار السن، من يعني متوسطي العمر، من الشباب، من النساء، من كل الفئات الاجتماعية والعمرية بحجم كبير. يعني في هذا استعجال عند العدو لتشوف. على كل حال اللي عم يحكوا بهذا الأمر، إذا حكيوا الأمريكان الإسرائيلية ماشي الحال، عارفين أن احنا بموقع العداء، لكن اللي عم يحكوا على مستوى لبنان أو غير لبنان سيتفاجؤون. وحكوا نفس الكلام بحرب تموز كما أشرت، وانتهوا إلى نفس النتيجة، وسينتهون الآن إلى نفس النتيجة، وإن شاء الله يعني لا يكون إلا ما يريد الله عز وجل وما يمكن أن تحققه المقاومة من إنجازات. أنا انتبهت شو قلت
ما يريد الله عز وجل أن إرادة الله فوق الجميع، وما يمكن أن تحققه المقاومة هون بقوة المقاومة، وحتحقق إنجازات إن شاء الله بإرادة الله عز وجل، بعزيمة المجاهدين، بالصبر والثبات إن شاء الله تعالى. دكتور، أيضا هل تؤيدون اليوم مطلب الحكومة اللبنانية تطبيق 1701؟ بصراحة حزب الله اليوم يؤيد مطلب تطبيق 1701 والعودة إلى خطوط 1701 هي حدود الليطانة؟ بكل وضوح نحن موقفنا هو وقف العدوان واحد، التصدي للعدوان ووقف العدوان واحد. نحن مفوضين دولة الرئيس نبيه بري اللي عم ينسق مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومع الحكومة للوصول إلى عم يعملوا حراك ما للوصول إلى نتيجة ما، أكثر من هيك ما عندي أقول. بس هون الرئيس بري أيضا تحدث عن تطبيق 1701، أنتم مفوضينه كليا بأنه هو اليوم هو قال وصرح وهو مفوض ونحن واثقون به ونحن مفوضين له، وبالتالي المقاومة تتصدى للعدوان، تقوم بواجباتها، ومثل ما صار بحرب تموز، وكان سمح السيد بحيا يرزق بعد الانتصار وجه التحية إلى دولة الرئيس بري المقاوم السياسي. اليوم نفس الأمر يتكرر، الرئيس بري هو المقاوم السياسي وهو الذي يقوم بهذا الحراك، وهو على تواصل وتفاهم مع قيادة المقاومة وقيادة حزب الله، وهذا أمر نشوف نتائجه إن شاء الله. الرئيس ميقاتي بتعتبروه مقاوم سياسي ولا رح تنقلب الأدوار؟ الرئيس ميقاتي يعني بعتقد بالأداء اللي عم بيأديه هو أداء متكامل مع دولة الرئيس بري، وعم بيعبر عن موقف الحكومة اللبنانية، ونحن ليس لدينا ملاحظات سلبية على هذا الأداء الذي يتناغم ويتكامل مع أداء دولة الرئيس نبيه بري. سابقا قال الرئيس ميقاتي بأنه مش بإيده لا إعلان وقف جبهة مساندة غزة ولا بدأ، اليوم بإيد الحكومة اللبنانية بتحطوا هذا الأمر؟ يعني إذا الحكومة قالت نطلب من كل المسلحين على الأراضي اللبنانية ومقاومي حزب الله وقف إطلاق النار، أنتوا بتلتزموا؟ نحن مكفيين مقاومة لمواجهة العدوان، ومكفيين مقاومة لصد هذا العدوان، والحراك السياسي عم بيقوم فيه الرئيس بري بالتنسيق مع الرئيس ميقاتي، وهذه الأمور اللي لازم يوقف العدوان ووقف إطلاق النار هو المعتدي. المعتدي هو العدو الصهيوني، المعتدي والقاتل والباغي والظالم والمجرم والعدو الصهيوني، وبالتالي من يجب أن يطلب منه وقف إطلاق النار هو المعتدي وهو الظالم، وهو الذي يطلق النار، هو الذي يدمر ويقتل ويقوم بهذا العدوان، هو اللي بنطلب منه وقف إطلاق النار ووقف العدوان. هون كمان دائما رح عم بيصير في انه كنتوا قبل تقولوا وهلا صرتوا تقولوا، مفهوم وواضح من كلامك مباشره بانه اليوم الاولويه لوقف العدوان على لبنان، ما عم تربطوه باي شيء اخر، بس لابد من سؤالك، هذا الامر وقف العدوان لا يرتبط بوقف العدوان على غزه، انه بنبلش من وقف العدوان على لبنان لو كان بمرحله اوليه؟ هذه الامور يعني خليني أقول لك، اليوم كل بيانات المقاومة لا تزال تصدر تحت عنوان إسناد غزة، صح، والدفاع عن لبنان وعن الشعب اللبناني وعن اللبنانيين، والقتال أساسه هو الدفاع عن لبنان ووقف العدوان ووقف هذا يعني المسلسل الدموي البربري الذي يقوم به العدو، والحراك يقوده الرئيس بري. أنا ما بشوف في مصلحة نفوت بنقاش كل هذه الأمور على الهواء ليستفيد منها العدو الصهيوني. هناك تنسيق بين قيادة المقاومة ودولة الرئيس بري ودولة الرئيس ميقاتي لمصلحة لبنان ولمصلحة اللبنانيين ولوقف العدوان، وبالتالي من مصلحتنا أن نقول ما قلناه بشكل دقيق. أيضا دكتور أكيد عم تسمع، بدأت أصوات في الداخل اللبناني تطالب بال 1559 ونزع سلاح حزب الله، بلشوا يطالبوكم بأنه المرحلة ستكون تسليم السلاح، مش نزع السلاح، تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني وتطبيق 1559، صرنا بهالمرحلة؟
يعني في كثير ناس مستعجلين، ما وقفوا استعجاله من سنه 2004 من وقت اللي صدر 1559، بيسكتوا شوي بيرجعوا بيطلعوا بالموجه شوي. على كل حال هيدي اصوات موجوده في لبنان، لم تكن في يوم من الايام غائبه، كانت تعلو وتخفض بحسب الظروف. بيتطبق ال 1559 ولا لا؟ انت بد مع تطبيقه؟ نحن ما في استفتاء، عم بسألك كنائب اليوم وعضو كتلة وفاء للمقاومة، تقول بيتطبق؟ على كل حال أقول لك شغلة، نحن في المقاومة لطالما في كثير من المراحل نأينا بأنفسنا عن ما يسمى بالسجالات، مش مطروح اليوم هذا الموضوع بأروقة السياسة الحقيقية. نعم دكتور، مطروح عن بعض من يتمنون ذلك ولن يصلوا إلى تحقيق أمانيهم. غدا في معراب يقول البعض أو يصف البعض بأن مؤتمر معراب سيكون المؤتمر التأسيسي لما بعد حزب الله، شو بتقول؟ يعني لما بعد جزء كبير من اللبنانيين؟ لا، لما بعد حزب الله كفصيل عسكري كان يسيطر على الدولة، هيك هن توصيفهم، أنه كان حزب الله ماسك الدولة كلها بالسلاح. يعني هذا نقاش قديم، يعني هلا مش وقت نقعد يعني نحكي فيه. بكل الحالات اللي ماسك الدولة للأسف الشديد مش حزب الله. مين ماسك الدولة؟ أوه، اللي بيمسك الدولة هو اللي بيفتر وبيعمل إملاءات لكل العالم، اللي بيمسك الدولة هو اللي بيقرر وبيقيم وبيحط وبيمنع وبيحدد للبنانيين خياراتهم. هلا مش وقت على كل حال، هلا نحن بحالة تصدي للعدوان. يعني هذا يعني للأسف الشديد جزء من الحملة الإعلامية اللي ترافقت مع يعني مع حملات سياسية دائمة، هلا للأسف مع عدوان صهيوني. نحن ماسكين الدولة وين؟ نحن عدوا لي كم، عندنا وزيرين وعندنا 15 نائب، فين عدوا لي كم مدير عام؟ اثنين ولا ثلاثة؟ فين يعدوا لي شو نفوذنا بكل المؤسسات؟ فين يعدوا لي هيهم؟ نحن لما جبنا مازوت اضطرينا ناخذه على سوريا ونجيبه على لبنان، نحن ماسكين المرافق، ما هيك مثل ما هلا عم بيطلع؟ نحن لما جبنا مازوت فوتناه على سوريا وجبناه لهون وما قبلوا يفوتوه على لبنان، ماسكين الدوله. بكل الحالات يعني للاسف الشديد هذا جزء من الحملات اللي كانت ماشيه على المقاومه ولا تزال، والمقاومه كانت تتعاطى خلينا نقول بمرونه مع هذه الحملات حتى لا تنجر المقاومه الى فتن داخليه، ولن تنجر ان شاء الله المقاومه الى فتن داخليه. ايضا هنالك من اعتبر بانه ايران هي التي تقف دون القبول بوقف اطلاق النار، وهي اللي رجعت اصرت على تشدد في لبنان ورفضت الدعوه التي اطلقها كل من الرؤساء ميقاتي بري والنائب السابق وليد جنبلاط. هل صحيح بأن إيران ضد وقف إطلاق النار؟ كمان هون للأسف الشديد يعني الناس ما بتقرأ أو بتحبش تقرأ أو بتنسى، لما صدر البيان المشترك، صدر بيان عن رئيس ميقاتي وعن رئيس بري أنه موافقين على البيان المشترك اللي صدره عدد من الدول، أعلن نتنياهو القبول وبطل. ما أعلنت إيران لا القبول ولا بطلت، ولا هي معنية تعلن قبول أو تبطل. اللي أعلن قبوله نتنياهو طبعا بعد هيك تصريحات متناقضة، وثم لما راح على نيويورك بطل هونيك.